تتابعونا في نشرتنا بعد فاصل قصير. الكويت تبدي استعداداً لتعزيز التبادل التجاري مع أقليم كردستان، ومحافظ أربيل يفتتح مركز تنظيم المرور للطرق السريعة ويبدأ بشارع 120، وكهرباء الأقليم تقرر تقليص إمداد الطاقة إلى المنازل من 40 إلى 30 أمبيراً. مصريون يطالبون المتحف البريطاني إعادة حجر رشيد إلى بلادهم، والاتحاد الأوروبي يقترح إنشاء محكمة خاصة للتحقيق في جرائم الحرب الروسية بأوكرانيا، وعملية انتحارية لطالبان الباكستانية توقع قتلى وجرحى، وتعطل حركة السير على طريق سريع في لبنان بعد هطول أمطار غزيرة.